طيب دي اسئله اسطوره منتخب مصر، اسئله بقى نائب رئيس رابطه الانديه الكابتن عماد متعب. دلوقتي الكلام بعد ما منتخب مصر خرج من كاس الامم الافريقيه وكلنا بندعم منتخب مصر للوصول لكاس العالم، بدات ناس تقول ما ناجل بقى شويه مباريات للاهلي، ناجل شويه مباريات للزمالك، الانديه اللي ليها قوام من لاعبي المنتخب بشكل اساسي. الكلام ده وارد؟ ممكن يحصل؟ بص يا كريم، اول حاجه النادي الاهلي عنده كاس عالم الانديه هيلعب بكره، وعنده هيرجع يعني ان شاء الله يرجع يوم 12 مثلا، ده كاس عالم الانديه. بعد كده النادي الاهلي ونادي الزمالك وبيراميدز والمصري عندهم ثلاث جولات في دوري ابطال افريقيا. صحيح، خلاص خلينا متفقين على ده. صحيح، الدوري هيستكمل لان من مصلحه المدير الفني ان الدوري يستكمل. لان اللعيبه كلها هتبقى بتشارك بتلعب مباريات، هتبقى جاهزه بدنيا، ده رقم واحد. رقم اثنين، احنا زي ما قلنا وزي ما حضرتك تفضلت قلت، احنا كلنا في ظهر منتخب مصر. صح، كلنا بندعم منتخب مصر. ايه اللي هيطلبه المدير الفني؟ هنقعد نجتمع كرابطه ونوفر له كل سبل الراحه ان الراجل يبقى داخل على مباراتين السنغال منفذ كل اللي هو عايزه. لكن احنا في الوقت الحالي احنا القصه كلها مكمله عادي جدا، سواء الدوري طبعا دوري ابطال افريقيا مش بتاعتنا ومباراه هتتلعب، لكن الدوري مكملينه لحد ما هو يقول انا عايز معسكر من يوم كذا لكذا. ممكن هو يرتضي ان الدوري يتلعب وياخد المعسكر بتاع الاجنده. صح، هننفذه له. لو طلب حاجه ثانيه هنقعد نجتمع كرابطه، وفي الاخر احنا بظهر المنتخب. ما اعتقدش ان في حد فينا بيفكر غير كده. اجابه مثاليه بصراحه كابتن عماد. يعني هو في النهايه انت مش هتتطوع انك تاجل مباريات، بس لو كيروش طلب هذا اكيد حضرتك واكيد الرابطه كلها في ظهر منتخب مصر، زي ما احنا كلنا في ظهر منتخب مصر. اصل انا مش هفكر له، يعني المفروض هو اللي يطلب مش انا اللي افكر له. ما انا ممكن انا اجل له مباراة يبقى هو بيضطر. صح، لان في الاخر خد بالك التدريبات غير الماتشات. صحيح، التدريب شيء والماتشات شيء ثاني خالص. صحيح، غير كده عندك لعيبه محترفه هي مش هتجيلك غير في الاجنده. صحيح، يعني اللعيبه النني وصلاح وتريزيجيه ومرموش، انا خايف انت حد تاني، يعني دول اللعيبه المحترفه مش هيجوا لك غير في الاجنده. طبعا حجازي، حجازي ما انا قلت النني حجازي، دول مش هيجوا غير في الاجنده. طيب فانت يعني هي النقطه كلها هو لو طلب، لكن احنا ان احنا نبدا لا مش هيحصل. عظيم جدا.